لعبنا واكرامي اهو مصطفى يونس مجدي عبد مين الله اللي عمل لك الكرة الكروس اللي جبت منها جون؟ ربيع، ربيع ياسين. كابتن ربيع. طب قول الو كده. حبيبي يا ربيع. الو انا جيلي. حبيبي يا ربيع. كابتن خالد منور حبيبي، والله يا منور. كابتن ربيع جميل، انت اللي منور. منور انت يعني. ازيك يا ساره؟ ازيك؟ منورنا يا كابتن ربيع في برنامج السادسه. اهلا بعدك. معاكي بقى فاكهه وسط ملعب النادي الاهلي في التمرينات. الله يخليك يا ربيع. والله الكابتن خالد انا نجم كبير طبعا، نجم نجم يعني. لو كان بيلعب دلوقتي كان مش عارف 20 مليون ولا 30 مليون بصراحه يعني. حاجه جميله، ولاعيب كبير ونجم وعنده رؤيه وهداف وبلاي ميكر، وطبعا كان مستر كوتي بيثق فيه جدا وبحبه جدا يعني. المدربين الكبار اللي جم في النادي الاهلي وكان له فكر ونضج غير عادي ورؤيه كمدرب كبير يعني. بس شاف الكابتن خالد بصراحه ان هو رؤيته كانت طيبه. كابتن خالد ليك كتير وفي نص الملعب، وامتى يهدي وامتى يعلي دفاعه وامتى يزيد وامتى يسكت يعني. بصراحه كان حاجه جميله، حاجه مشرفه الكابتن خالد جد الله والله. بص ده لعيب النادي الاهلي العمالقه، لعب في جيل العمالقه في الثمانينات، فحاجه جميله جدا. انا بتشرف طبعا ان انا لعبت مع الكابتن خالد، دي حاجه جميله جدا. اخلاق. انتوا كنتوا جيل رائع يا كابتن طبعا، وتستحقوا فعلا كلمه الجيل الذهبي يعني. واحنا بنتفرج على الصور اهي وحضرتك موجود وكابتن خالد، يعني حاجه مشرفه جدا والله. فعلا كان جيل ذهبي، وناس طيبه وناس محترمه وناس بتحترم الكيان وتخاف على اسم الكيان. وكنا حضرتك على طول طول اليوم في النادي، ناكل ونصلي ونستريح شويه قبل التمرين ونصلي المغرب والعشاء ونمشي، ده يومنا. وبقى الهزار، امتى نهزر وامتى نركز وامتى نلتزم وامتى نتمرن وامتى يعني. الحياه كانت حلوه. فطبعا الكابتن خالد بصراحه حاجه جميله يعني. هيك كان لسه يا كابتن ربيع، كابتن خالد بيقول انه عمرنا ما بصينا للفلوس، كان اهم حاجه عندنا الانتماء وكيان الاهلي. لحد دلوقتي ولا بيبص للفلوس، اشتغل في النادي ما اشتغلش، عمل زاهد، عزه نفس، احترام، رضا وقناعه. لحد دلوقتي حضرتك عندنا لحد دلوقتي رضا وقناعه. فطبعا ده كلامه مظبوط. ولا عمر حد فكر في الدين النادي ده. احنا بنلعب بنتبسط بنكسب عشان الجمهور، عايشين بناخد مرتب زي الفل، مبسوطين راكبين عربيه مش عارف نوعها ايه، قاعدين فين زي الفل. المهم الكيان والمهم النصر والمهم ان احنا نبسط نفسنا ونكيف نفسنا ونحافظ على الكيان ونقدم للجمهور صوره جميله دايما في المكسب والفوز والرغبه. فكابتن خالد حاجه كبيره جدا جدا، دي حقيقه. حبيبي يا حبيبي كابتن ربيع، وبالتوفيق في البطوله اللي جايه. انت عامل منتخب محترم، ربنا يسهل باذن الله كده وتعمل لها نتائج كويسه، وتقدر باذن الله يعني انجازاتك كتير قوي مع المنتخبات الشباب. فبالتوفيق يا كابتن ربيع، نتمنى لك كل خير وكل نجاح في شغلك، وانت تستاهل كل خير. كابتن ربيع، انا عايزه اسالك برضو على ذكرى ما تنساهاش مع كابتن خالد، او بطوله ما تنساهاش مع كابتن خالد. لا، بطولات كتير كابتن خالد، حقق دوري وحقق كاس. قدامك ماتش السكن، ماتش كاس، كنا بنجمع بين الدوري وكاس وبقى ايه، وبقت افريقيا في الثمانينات. فبطولاته كتيره جدا في افريقيا، حقق الحمد لله، وحققنا مع بعض في الدوري العام، حقق ما شاء الله مع جيل العمالقه كاس مصر اكثر من مره. فبطولاته كتيره ما شاء الله ولا قوه الا بالله. انا جيل الثمانينات. طب كواليس كده مواقف بينكم يا كابتن؟ لا خلود ده كان دمه خفيف جدا. المواقف. لا هو الكابتن، بص الكابتن ربيع طبعا هو اللي كان مسؤول، هو بيلمنا عشان الصلاه يعني هو كان هو المسؤول عن القصه دي. وربيع طبعا من الشخصيات الجميله، من احسن كمان الباكات ليفت اللي جت على يعني على مدار تاريخ النادي الاهلي. فربيع ما كنتيش تحس بيه الالتزام والتركيز والادب والاخلاق والتقوى والرضا، وزي ما بقول لك كان هو اللي بيلمنا على اساس نصلي كلنا جماعه ونقرا قران مع بعض. فكان في مواقف كتيره، بس يمكن ربيع المواقف بقى اللي هي فيها كان ضحك والحاجات دي كان مع مجدي عبد الغني، مع مدحت رمضان، شريف عبد المنعم، اللي هي المجموعه الشقيه شويه. ايوه صحيح. حبيبي. وكان جيل يحب الكوره ويحب النادي ويحب دايما انه يسعد جمهوره، وفي نفس الوقت كان اوقات معينه بنقعد مع بعضينا في اوضه مثلا كابتن خالد، في اوضه مثلا كابتن رامي، في اوضه مثلا مدحت، في اوضه مجدي،
ونقعد نهرج احلى ايام احلى ايام والله طبعا احلى ايام افريقيا يعني. فكابتن خالد انا بدعي له بالصحه وبدعي له بالعافيه ربنا يخليك، اتمنى اشوفه طبعا في الملاعب لانه مدرب كبير برضه وقدير. ربنا يخليك، ربنا يبارك في عمرك ويديك الصحه ومنور. ربنا يخليك وربنا يوفقك يا ربيع باذن الله، ونسمع عنك كل خير. احلى ايام بينكم وصنعتوا لنا احلى تاريخ يا كابتن ربيع وكابتن خالد. بشكر حضرتك جدا انك كنت معانا.